تجيني فيا واحد عارف راسي باش يبوس. اي نا اي قام بومي بي قال لك هومي باقي نتايا اللي خدين باش جاي في اي كوس. اي نا اي قام بومي بي قام التانك معايا نيجا انا نيجا كله خاطر عنده صوص. اي نا اي قام بومي بي واش اخونا واش تمزك هاني مسك الوقت. شكون هو الدري؟ شكون هو الدريري؟ كالر يون كالر لون ياك لون هلا من ياك تعبو كثير كتسجل وما كدوش في المايك واو كتاكل الزريعه الزريعه ديال القرعه تشوف بيا الزريعه بيضه وصافي الزريعه ديال القرعه هذيك باقا ديال عطبتي خني ولكن ما كيمنعناش انا نكملو باينة ضربتو في القرعة كنميلو ما كنطيحوش شبعنا بالزيكا هاد الوقت بزاف كاع خفلونا نتوما تشو هاندل صراحة نتوما تشو هاندل المهم كاع على حساب انا كنهاندل نتا ما لا انا فهمتي كاباسيتي ديال المزيكا عندي شوية دغيا خصني فهمتي واحد البورسونتاج في النهار واحد الدوزة ديال كتطلع صبارة خصني نعوج لا حتى انا كن المهم ما عرفتش انا شنو نقول لك انت باش كنفطر بوبا تستحب لي تقول لي الزريعه ما تفطر بوبا البوم لا مابقاش بقى وليت كنسمع دابا شي ثلاثه ديسكات ملي كيخرجوا في البيريس ماشي كان ما كنديرهمش عمدا لا ضروري نفهم بحال ولا عاده بدوذو ليش مزكتي تمسكت كلشي صراحه اي حاجه خرجت تمسكت لها ماشي اي حاجه داكشي المهم باش ندوب باللون عطاو شي واحد حقو المهم حنا مغاربه تقريبا ندوب باللون تقريبا باينه تقريبا المهم فوراق فوراق الوراق تقريبا لا صراحه مغاربه في الوراق اللون تعلق دار مزيكا دار مزيكا دار راسه صراحه هذا الشيء ديال شكل فهمتي نوع اديتك هو واعر بزاف الا هاد البارتي هاي علاش غنقول شحال ضحكت من سمعت هاد اللعيبه هادي راه دار واقيلا جوج ديالك واقيلا ما عقلتش الصراحه ما سمعتوش بزاف ضحكت عاوتاني سمعتها اول مره شنو دابا شنو دابا راك دار فهمتي ولكن فهمتي غريبه ما نديرهاش كون رابر والله ما نديرها فوتني خليني نفوت ناضي الديس اللقطة بزوت ناضي الرفرة مهم الروابة ديال الكاتا ديال النغزة محركين الناس خدام فهمت ما كدويش الناس خدام لحلون لا لوبي صراحة هو راه ماشي كان يقدر يكون البوم وداروا اوبي المهم راح تسعود ديسكات راه كبير كانوا خارجين في ديسا دي جوج ديسكات اللي هما تناكش ودار الساكا ياك هما اللي كانوا خارجين تناكش عجبك لا؟ تناكش زوين عجبني زوين لا هي لعيبة غريبة فهمتي نيكا شكون انا حتى اللعيبة باش واعر خونا اللون فهمتي كيجرب بزاف لعيبات غريبين فهمتي كيجرب ما كدرش غير موسيقى عاديه الا تسمع مزيانه تعجبك بعض المرات كيدير شي فلو غريب ما ما تقبلهمش علاش هو واش قال لي راه تبغى يختلف لا ما عرفتش المهم هو دابا كاع اللي كيديروا التراب اللي كيدير هو كيديروه كيدير التراب فهمتي اللي دوريجين دابا هو التراب دوريجين اللي كيدار دابا فهمتي اتلانتا شيكاغو تما كيديروا بحال هاد الهيت بعض المرات يخرجوا شي فلوات وشي لعيبات كتقول ما يمكنش راه ما جاش اصاحبي علاش اصاحبي وكذا كتبقى كتقبلها كل واحد كيدير داكشي ديالو كيديرها بزاف هو بحال تناكش بمثال فهمتي تناكش هيت غريب راه شوف حاجه مختلفه هي اللي كتطلع كتخرج لك تبان هو تبارك الله هو فرصه فهمتي فرصه ديال بصح هذا الغرابه ديالو فرصه دفعات الجهد شو هاديس الزمان في الدومين كان غير نقاي العشير بصح هاد اللعيبة هادي كتبان لك انت بعد ما راه كتقول الحيد دابا البلان هو انه كل واحد كيكريتيكي الدومين شي واحد اخر كيكريتيكي الدومين
كلشي كيعير كلشي ما آه. ما عرفناش شكون فيهم الديفو دوفون اللعيبه كاينه في كلشي ماشي في الراب بصح براسك نقول اللعيبه لا كلشي في هاد اللعيبه كلشي تخرب الا انا كلشي في هاد اللعيبه كتنتقد كلشي فهمتي وما كتشوفش المشكل اللي فيك انت في الراب عندي شو الراب سوا الدومين دومين دير دومين فعل وبين انت درتي لعيبه انت يلا انا براسي ندير شي حاجه بقى نكريتيك على والو يلا بانو عري دخلت للراب جيم لقيت راسي خربت الكلاسيك الراي عارس لا لا انت كجمهور عندك الحق تقول تنتقد كيف ما بغيتي بلا داكشي فهمتي ماشي في حدود داكشي اللي خصك تنتقد فيه لا 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 عادي كلشي ناس كو رابر ماشي بحال لا نوع اللي صحابو صافي حيت هو فان ديال شي واحد صافي راكي راكي ملكو ندير فيه ما بغيت كريتيك اللي بغيت ما عرفتش لا ماشي ضروري عاوتاني المهم ماشي ضروري كنت فيك في اللعيبات ما عرفتش انت فهمتك علاش كدو فهمت المنطق اللي حيت فين دوش معايا في هذا الموضوع ياك اش قلت لك على مهدي واللعيبات ما خلص لا ما كيفاش لي فان كيبغيو فهمتي هما باغيين يطبقوا على الرابر فهمتي هو رابر فهمتي راه حر كيدير داكشي اللي بغى فهمتي ما عندوش اوبليغاسيون يدير شي حاجه لشي واحد كنا تناقشنا في الفكره في شي ابيزود نيت ممكن ملك كان نقول كاين روابا اللي ماشي فهمتي اللي بقا يقول لك بيع راسو كيخسر راسو فهمتي في سبيل الدراهم اللي غيوصل كيدير اي حاجه فهمتي باغا الجمهور بالنسبه لي الجمهور بغى شي حاجه يعني تساوي فهمتي الدولار غيطبق يطبق صحه ماشي ما كاينش في المغرب ولكن كاين اي كريتي كيما تنبادم يقدر يسكت ويبدل لك اللعيبه مثلا غير باش يبقى زوين مع سميتو لا ما كاينش اللي كيدير هاد اللعيبات في المغرب زعما شي حاجه نيشان واضحه فهمتي فان بيز قالوا لي ما تبقاش تدوف هذا الموضوع ويدير ابراهيم عاوت ولا ما بقاش كيدوف هذا الموضوع ماشي ضروري ماشي قضيه جديده ماشي موضوع ولكن المهم الطريقه ديال الراب ولا المهم شو ديال ثري ولا اللي كان ما عرفتش بعدي شي حاجه واقعه ما تحشمش قول قول ماشي تحشمش عاير لي عاير لي عاير لي ابو زبال اللون بارك عليك المهم اللون صافي حيت خد حقه المهم ممثلين ممثلين ما ودش بزاف حيت صراحه موثقة الثار كاين شي ديسكات انا واعرين صراحه طرا ليه مشكل هو تليك عليه اللعيبه البوم ما فهمتش اللعيبه ديال الليكا صافي كيفاش يديروا الليك بين خدام مع شي بروديوسر ماشي ولا شي ولا شي يشير ولا حولي قبل الوقت حاجه من الجو حيت في المغرب ما كاينش شي طريقه اخرى باش تليك في برا كيقدروا يليك هو الميديا حيت خصك تعطي البوم للميديا قبل منه قبل من الناس يقدر يكون شي ميكرو في شي ميديا لحل البوم وكاين لون ما عطى هاد البوم شي واحد زعما في الميديا ولا شي حاجه شي عشيره ولا شي بروديوسر كان خدام معاه المهم تليك البوم خرج في تيليجرام ممكن شي تليك من ديك ما عرفتش تقدر يكون هكا هو مخبار هو ما عرفتش هكا بالاسيو شي كونت شي شي كونت لعيب بحال هكا هو دابا في الاخر غلط ديالو ولا ديستروكيد ولا شي تخربيقه بحال هكا غلط ديالو ولا خص يكون ولكن المهم ما كيمنعش ان ما تسكلي هاد اللعيبه ديال اللي كتقدر تكون مثلا بلعاني لا ماشي هذا لا اللايبلز كيديروا بلعاني بحال طوطو دار بلعاني الايغ باش عرفتي 100% متاكد 100% بوبا كان دار بلعاني الترون ياك فالد كان دار بلعاني فالد قالها فالد تعرف بها لح البوم ليك دار راسو ماشي هو بدا كيطايف فهمتي دار تمشي ليا اها وفي الاخر في الاخر قال لهم رانا لحتو بالعاني وبقات صورته عاديه لا لا حيت هو لا حيت دابا هو كان كيوجد البوم كان كيوجد واحد البوم فهمتي وفي الوقت ديال وجد البوم لح البوم اخر فهمتي لح ميكس تيب نقولوا هذاك الميكس تيب هي اللي كا صافي وخلق على هذاك الدس الناري شكون اللي كا زعما راه طايف مع بروديوسر ديالو اللعيبات في الاخر قال لهم رانا اللي كيش راه كذبت عليكم ولكن معروف في اللابل كيديروا هاد اللعيبه حيت كتشي حيت كت علميا كتشير لاطونسيون خصوصا على المغاربه لا في العالم كامل المغاربه زيدنا في العالم كامل حتى المغاربه المهم ديك ايغ نبدلوا المغاربه بالعالم دول الفقير دول العالم الثالث المهم اللون لون لون انا دوينا على الكوفر دوينا على الكوفر هاد ديال الكوفر جبناه شحال هادوك ما عرفتش واش دوينا عليه هو واش عنبه ما فهمتش شنو نبه هو موث وداني ماشي مثلا فالبوم لا ما جبتش شي لعيبه على الفراعنه ما جبدوا والو ما فهمناش بغا يدير
هو كيبان لك سمعتي بزاف مرات بعدا سمعتي جوج مرات سمعتي جوج مرات تكون فهمتي لعيب. لا حتى انا واخا كاد ليريك ما كنركزش معاه بزاف ما كنفهمش بعد مرات ما كنفهمش بعد مرات ما عارفو بلي ما يقولش حاجه مثيره ما كنديرش اتونسيون مع شكو يقول ماشي كتابو ماشي ما كيكتبش كاع بعد مرات كيقول شنو هذا كيضحكوا ولكن ماشي شي واحد واش عندنا في المغرب شي واحد اللي نقدر نقولوا اللي اللي شي واحد نقول لهم تيكتب كتاب فهمتي وفي نفس الوقت كيدير كيمزك فهمتي كيدير موت راه الموت ويقدر يكون ناسيو يقدر يكون ناسيو ما عرفتش واخا ما فهمتيني موسيقى موسيقى بحال هذا شنو التراب بحال هكا فلواش باللوتوتون وصعيب راه في العالم ما كاينش دابا فهمني راه في العالم ما كاينش في العالم كامل كينقول شي مين وقال هو الوحيد اللي كيدير التراب تراب لوتوتون وكيقول لك شي واحد جيكو حيت صعيب جيكو ما جيكو ما كيديرش لوتوتون قلا لوتوتون كيدير كيستعملو في شي ريفران شي حاجه وشنو دابا دابا السياس كيرابي غندوي عليه راه تقريبا زعما بينهم جوج تقريبا لا قليل لا لا قليل فهاد البوم اللي زله لا 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 الراب لا قليل لي ريفران لي ريفران لا لا لي ريفران لي ريفران هو الراب ديالو راه هو كان صراحه واحد اللعيبه الراب شنو بغيتي مزيان غني كلشي الاخر الراب ديالو راب راب ثقيل فهمتي راب اوفر بحال دابا كي فلانثر كيفاش كيعبر لانثر اي رابر تحط ليه داك داك العبار ديال لانثر يقول فيه 8 3 الكلمات هو يقول خمسه ما يفوتش خمسه وداك خمسه كيطولهم بواحد الفلو المهم شرح هاد اللعيبه صافي كيخلي كيخلي لانثر مرتاح ايزي المهم ديال عرفتي يلاه قالوا فواحد الانترفيو مؤخرا شي يا ديك طريق حيت هو في ديك في داك البوم كوما مع مارسي داك تخيثو غاني ديك بانت فيه هاد اللعيب حيت كيرابي مع في انثري واحد كيرابي هما 8 ديك واحد مرابين 8 كلهم كيبانوا عاديين كيوصل حتى اللي هو كيبان لك راه شي حاجه كاين شي ديكالاج فهمتي علاش خونا كيبان في الشكل طرات لي في بزاف ديال الديسكات في داك البوم ومني سولو صراحه قال لي ديك اللعيبه قال لي بنادم كيحط 8 الكلمات في واحد السباس انا كنحط فيها خمسه مورا كنحط فيها خمسه صافي كنطولهم كنلعب عليهم انا مرتاح كلشي مرتاح المهم العيال السؤال شي واحد ما كنت تاو كيدير بحال هاد الموسيقى ما كاينش الصراحه ما اش نقول لك ما حليوه وما اش مسيكا هذا محليوه هو الوحيد اللي كي كثير في لوطوشون في الفلوات وباقي الكتابه عنده ماشي خايبه فهمتي اش حليوه الكتابه ديالو باقي ماشي خايبه واخا بعض المرات كيكون عادي ولكن خو شي واحد بحال جيكو شي باغيني جيكو رابور رابور جيكو شي باغيني في المغرب صافي جيكو جيكو اللي يقدر جيكو هو ما عرفتش كيعجب ايوا اش بالك في اللون عشيرك اللون لا الصراحه ما عنديش معاه ما عندكش مع النوع ديال الراب المهم انا الالبوم عجبني الصراحه الالبوم احسن من كنت متوقع حيت هو المزيك اللي كان كيدير قبل الصراحه كان هنا كيضرب مزيان هنا كيضرب خايب فهمتي ما كانش ناضي هذا الالبوم صراحه ناضي بين خدمه فوقش خدمه فوق الطاوله ما عرفتش شكون كيصايب لهاد لي زانستر انت ما عندكش هاد المعلومات باينه غتلقاه هنا صاحبي هو ما كيديرش هادشي ماشي بيش ميكر يقدر ماشي كاع الروابط كيديروا الكريديت تما شوف المهم شوف اشك حاجه تيم خدوم مزيان صراحه خدمه نقيه بروديوسد باي خازي ولا كازي ما شنو هي دي ريكوردد ميكسد باي سودان ماب صافي شي كاين نو صافي حيد المهم مين شي شيرو ما حد داكشي تقريبا المتناسق فهمتي نفس النوع ديال الموسيقى نفس النوع ديال الفلوات نفس النوع ديال الغناء هو الكوفر ما شرحهاش لينا هذا الكوفر ما شرحهاش لينا عطيني كنشوف دابا ضرب داك التوني ديال المغرب اللي ضربنا به ماثر سير يلا السنة ما يضرب عليهم حج جثيث ورا الابد التونات السودان ماب هذا ما هو اللابيل ديالو راه كيف راعينا في السودان كاين اهرامات في السودان اش كاين اهرامات في السودان ورا بحال هو ولكن ممكن ما عرفتش لا كاين شي اهرامات في السودان ثقافه واحده راه ممكن ما عرفتش يعني راه داخل في هذا الشيء هذا ممكن اهرامات هما ما يصرف راه هنا ما كاين تما ديك اللعيبه ديك البرق ما عجبتش ما هبط العوينه ديال الالوميناتي المهم كوفرنا اللون مكتوب الفوق الام راه الام اللون صراحه زوين الكافر هذه فهمتي خصو يخرج هذه شي بورتري ولا تضرب شي طاك في الزنقه شي لعيبه بحال هكا خرج لي صافي شي مهم فهمتي هز لهم دراب خصهم يتاخروا به صراحه هو واخا ما كيجبدهاش ولكن هاني ما كيجبدش دربهم بزاف ولكن هو ماشي داك النوع ديال الراب ماشي هو كول المهم هذا هو اللون
بعد ما يدخل يسمع لي حيت شي صراحه زواني السال. المهم ماشي كاع الديسكات يعجبو بنادم، ولكن كاين شي ديسكات ناضين مخدومين مزيان. المهم سي بورتي بهاد ميلاب ود الفيوشن ما عرفتهم حتى شي واحد، ما عرفتش فهم حتى شي واحد تاك كي تاغ سافاج بلوغ زعما صافي زيد زيد قول لي سميت سافاج جوست سميت هما اللي كاينين صافي ما عرفتهمش. المهم ندوزو اللون اشترح ما في ميجيك الالبوم مزيان صافي ندوزو في العامر. العامر هو كاين واحد لعيبه اخرى اكسبلوجن اكسبلوجن ما سمعتهمش، سمعت فيغو سمعتهم كاملين. لا ما سمعتهم، سمعت فيغو ما عجبنيش. المهم جاني مزيان سمعتهم فهمتي تدويزه وحده فهمتي وسمعتهم ديك النهار قالوا لي نيزي مزيان نسيت شنو سمعت. خرجت واحد الخلاصه لانه الرواب اللي هنا معروفين تلقوه داروا خاطر خصوصا فيغو شكينا هو يا حشومه تقول فيغو معروف ولكن فيغو شين تلقى فيغو معروف. المهم ما عرفتش دويز فيغو وهاد البلان فهمتي ورا اصلا اللعيبه ممكن تبقى في العالم سبب باج درت بلاي ليست واحد الرواب باش يسجلوا ديسك فهمتي. راه خاصك تكون عجبني فارغاس خاصك تكون ضريف بزاف باش دير لهم خاطرهم فهمتي. ما تيخافوا ما نظنش شي رابور غينفعوا هاد اللعيبه. رديت على بال في هاد اللعيبه كيخافوا من هاد لي باج الرواب كيخافوا من هاد لي باج. هاد لي باج عندهم راي صافي تشوف البيفات دابا مثلا علاش دابا هاد لي باج كيدفعوا بنادم إذا اتفقوا مثلا على شي واحد يطلعوا عليه صافي ولي ضحكه يبغاو يطلقوك مثلا شي كليشي على شي لعيبه يولي ضحكه ما غاديش تحيد لك فهمتي. هما كيخافوا من هاد اللعيبه لا انستغرام عنده انفلونس على الراب انفلونس كبيره وكيجوني ما كيفهموش في الراب كاع لي باج كاملين الطريقه باش بداو. المهم قاعد مره كان شي حاجه ما كيفهموش في الراب عندك لاباز ناضين امباكت ناضين هما اللي كيبانوا لي ناضين في الراب كيجيبوا النوز غابرين كيجيبوا الراب غابرين كتشوف هاد لي باج كيفاش بداو فهمتي. ماشي كلشي غير هادوك شاهدين لي شفت انا مثلا بعد ما كيكون فهمتي غندير غندير غنخص ندير شي باج فهمتي باج ديالها فهمتي متمركن ندير باج للميم حتى عرفتك ساعدك المهم تقريبا ديك الميم هو اللي خدام كتبان لي في الراب حتى الراب هو اللي خدام فهمتي يعني كتصايب باج ولا جروب اغلبية جروب باش يطلع على سميتو يعني ماشي على شي واحد عرفت شي باك جراوند فهمتي موسيقي تمركين وصافي. مع الوقت كيلقى راسو مثلا هو ادمين ديال الباج ولا جروب في الاف في الفولورز تاسمه ديال الباج المهم انا المهم هما كيجيبوا بعض المرات شي لعيبات اللي ما تلقاهمش بلاصه اخرى. انا ما انا ممكن ما كنتبعهمش انا رايي شخصي انا ما كيعجبوش ديك صراحه كاين ما هو انت اللي جبتهم دابا صراحه مزيان مزيان كنت على كلشي قلت لك عجبني فارغاس لا ما سمعتش له فارغاس عجبني هذا ما سمعتش له ناضي واش فول ضربات لا كان هو اللي بان مع البوخ ديك المره صراحه عجبوني شويه ولكن خصني نفكر راسي تفكرت صح صعب يعرفوا ديما تعاود ما سمعوش الجوتشي جانج لي دباس فايسير وقالي بغيتي كلشي كاين حزن الصنطة وجد راسك حيت مازال ما شتي والو ماشي بالغنى هاد الصيف بالراب الحرام ميك دبوني بيك بوري اوزي فور هيرز هادشي جاني ايزي بيتش نشوف النفا قدامي بغيت الغربة كنيزي بيه قلبي راه حالف ما يخدمو خانايا من ميزي فيه اولويز قاعد تجيب كز فارغاس اولويز بين اويزي كيد دخلت الفيراج شق بيا الباشا يسالي من الكلوب 120 فيراج باغي كي كار مسالي من الكلوب ولد رباط وباغي غير سميتي تساليها في كاع الحيوط علاش مني كنراب انت ديما غير مسيل كاع الريوق وتشي واندي عند الساسوكي عمرو ضحكنا الميلودي والتاسوكي في الرباط في الرباط كاملين صراحة كاع الحيوط غندير مزيكا اللي باغي غير تشايك غفضوقي سوبر فاست ام فيلين لايك ام سونيك كما عندي الكانا نونو بيبي بلا ما صوني كيتا غير في الصالة وان شاء الله غنساليها في صوني قاسم هذا الديسك هذا عجبني فارغاس بما انه اول واحد سمعته بقيت عاقل على انه الديسك هذا فهمتي بان لي ناضي غير يدير شي لعيب هذا فارغاس ناضي كيعرف يراب الديسك اللي قبل ما عجبنيش ولكن قبل لك ما عجبنيش زوين اصاحبي الديسك اللي فات كان عنده واحد الكوفر بيضاء نسيتو كاع ولكن كيبان لك ناضي صراحه شيرو ازيد ما عجبنيش وحي صافر انا كندوي على ازيد ديزول ازيد ما عجبنيش دار ديسك في الغابه ما عرفتش الطبيعه ما عرفتش داكشي حيت الديسك تاع فارغاس ما لحش فيه كاع فيديو لها كوفر عادي لا صافي عرفت دابا صافي حيت غلط ديالي عطيت ما نغمنيش كاين هاد انيما وقع له الفاس بصح ما عجبنيش عندك عجبني فارغاس عجبني هاد الشو هذا شاو لوك شاو
شاول ما سين كنت تنطق كاع هاد الزمره هادي دابا واش الروب اللي كيبان هنا واش عندهم شي حاجه باغيين يديروا شي حاجه ولا بعد مطلقها وصافي دابا هادو زعما باغيين ماشي اول مره غنشوف هاد السميه فهمتي ماشي اول مره ما عرفتش شي واحد لا عارف هاد اللعيبات هاد فايت الشم فارغاس ازيد الشم في اللعيبات لا فارغاس هو اني مود اني مو وشكون ليكون ليكون واخا هذا ليكون عرفتو فايت طلعوا ليه هاد الشو هذا ما عرفتوش هاد راس تي هذا راك عارفو مالك راس تي ما عجبنيش هذا خافي زانيتي هادي ناضي هاد الشو هذا ناضي يلا 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 بدا اكسبلوجن حياتي ما كاينش البديل باقي كنتقابل اللي جا قدامي ما رافاكس كيعاودو في كلامي باقي كنرابي سو بروميتازين غادي في الطريقه لي صور وتور شاق طريق ندور النيلي فوتور متصدى ما كايناش سكور فاك السيستم غادي نقولها توكور كابر بليميات ديال طالبات علاش تي خلاتو فرحان غيبل ميداليات غير بلا فيومات رياك لا ما دماغي ميات وزوبليات ضربو في مكلا ما تلومنيش افري روحي تانا غنيت على جوليات العصاف رويضة قاتبعني ما غتصورت عقل وحيد في الاخر غتهزو رايا بيضة ما كاش نضال بلادي كيبيعوك العجال وكيخليوك في الانتظار ما تدوش على الحق جرب الزاق طرعا جمعتنا والقلب كتفرق تلا بغيتي تنطق غيديرولك صابونة ويقولو زلاق صافي جابا فوقو كاميا ميا كيسان كوكو اصليا بحوينا بنات الصقور حسبناهم رجال ميطلعو غي دوكور ناضي هذا ناضي 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 وفي الاول كيسحب لي داد دا كيبان بحال داد داف ياك حتى هو كيرابي فهمتي كيرابي بصوته فهمتي كخو ما مبدل صوته والو واقيلا لا هذا ناضي هذا ناضي شنو هذا سنو سولو هذا شنو سولو بلي ديسك سميتو سولو لا لا شو واش ياك حيت دابا تطلع شو سميتو شو ديسك سميتو واش سميتو هاد راني نوقع انا ناين تا وناضي واقيلا ما عرفت ما قادش لا غنسمع على خونا المهم هادو هما اللي عجبوني انا قلت لكم انت قلت لك عجبوني الثلاثه واقيلا هادو السير عجبوني فهمتي فارغاس شو ونسمع على خونا تاع الشو سايكو ناين واقيلا ولا ما عرفتش اونكل ديك اونكل فاتو تا هما ما نغمنيش لا لا باقي لا شي 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 اسير مهدي ولكن راه ما عرفت عرفت لا قاعد قلت لك بارطاجي مهدي عياني خصو عرف هاد اللعيبه ياك دير لهم خطر مهدي راه عاطفه مهدي خصو عرف هاد اللعيبه عاطفه والجغرافيه والله ديك عاطفه ضروري جغرافيه المهم ما لا واش فين هما دابا فين غابر لو بي يمشي كان يوم غيكمل لك شي نسيت انا كاع باس لا صاحبي انا اللي سد ديسكات حمض وما صاحبي باقي نفهم زوج ما عرفتش هذاك دي بوز حامض صاحبي والله حتى حامض ضربنا القرب صاحبي الله يديك عرفت ماشي ديال حامض مالي حامض مالي شي باقي زوج واخا باقي زوج ما كان دابا شي وحدين قال لك ما بقى ما عرفتش باقي زوج وقال في قوسين في هاد اللعيبات عطاني ديك عطاني ديك اش كيقول امبريشن بحال اطلق عليهم في اللعيبات بحال دالهم خاطر فاش نايد اللعيبات اللي سمعت كذا باينه اصلا فري السعيدة فهمتي فايت قالوا واقيلا فايت سمعتو عنده قبل قالوا شي لعيبه هاد اللعيبات ما عرفتش انا شكون اللي سمعت قبل لا هذاك فارغاس كتيقول لي فيها فهمتي شحال وانا خالص نقلب فيه نبات وشكون راه بروت واش باجي عيطوا لك فهمتي راه غدير لهم خطره ما تلحلو لهم لعيبه وصافي لا مزيان هي الله فهمتي مزيان الا كانت غنفع بعدهم باش يبان راه بخير وكيما هما اصلا بعد من الله بادي ما عنده والو لا وكيما اصلا باين بحال مثلا نيزي نيزي باين شي معرفه نيزي باين انكل فات انكل فات واخا باين وما باينش في نفس الوقت عشان تعرف هي السميه باينه عشرة كنت عارفوه
لا يعني ما بغيش. لا لا ما ما معروفش ما معروفش ما معروفش. اخر عنده البوم عرفت راه بزاف عنده البوم كتلقاهم معروفين. اخويا شنو نقول لك خاصهم هذي ما عرفتش. المهم الا كانت هاد اللعيبه تعاونهم الله يسهل عليهم. ولكن انا ما سمعتش الصراحه قلبش عليها دخلت قلبش عليها سمعت الفيغو صافي حيت عن صوري بس. اه نيزيبي ما سمعتش اللي شو تخيلك شو نسمع نيزيبي ما سمعتش نيزيبي عشان وقع شي الى عقلت شي حاجه في عشان في المغرب عاش المالك لا بحال المهم باينه ما بعدش بزاف على التيم ديالو واقع حيت كنت موثقه بزاف ما قدرتش تسمع اكسبلوجن ولا العيب. وفيغو مسكين تعرض للضرب مبرح. اه اصلا حنا مرة مدونيش على الله اللي بدا كيش الله مدونيش على الديس ديال فيغو حيت ما حد ديك الساعه كان كان يلا كان يلا حنا منين سجلنا المهم شنو نقول لك كلاش المهم بجوج مزوانين صراحه بجوج مرابا كيفاش بجوج مرابا كيفاش والله تبجوج مرابا بوز مشى بعد اكثر من فيغو بعد اكثر من فيغو دابا راه ها فين كاين البلان بوز بعد دابا انا بالنسبه لي انا كنشوف انه بوز انه الاخر انه فيغو كي رابي وكاين الراب ديالو الاول كاين في الليريكس شويه لايت فوالا فهمتي وكيمزك ما غرقش تي فلوات يدير مزيكا شي سميت في الوقت اللي بوز حتى تشوف بوز راب صراحه بوز راب بلاش اختصاص ديالو اختصاص هو الكتاب الاول كاين والسم ولكن كي رابي ماشي كيرابي فهمتي تسمع موسيقى لشي واحد براني خونا كيراب شوف راب ديال الزوان بلا كتاب الراب ديال الزوان شوف ماشي زعما غير بوز ماشي غير شي واحد اللي غير كيكتب فهمتي كيرابي ماشي المورفين ماشي كيراب فهمتي عاوتاني باش تحاول انت شي واحد لا كيراب المهم تبدا في شي حاجه اللي ما كاينش المهم ولكن بعدا كاين الراب انا ما نسمعش ديسك فهمتي كاين البانس كاين لا غادي مزيان ما ديكالي ما حتى حاجه غادي المهم هو ديسك وكيف كتابه مزيان في كتابه مزيانه قال نوطات واعري قال نوطات واعري مشى فهمتي غرق معاه فهمتش فيكو كان باغي يضحك خونا غرق معاه باري كيما قلنا واقع ديك النهار لا شنو ما كانش عليه سميتو ما كانش عليه مش على قبل اللعيبه حتى انا كنامن بلي فيكو رابر احسن من بوز لا ما كانش عليه ما غير بحوال فهادشي هو دابا هو فهمتي فيكو يلاه بدي في الراب مهم بالنسبة للغون بيبليك بالنسبة للي كيتبعو دابا يلاه بدي في الراب بغي يبين ديك ليماج فهمتي بغي يبين انا راه رابور ماشي دري صغير عندي سناس اللعيبات فهمتي راك الرابي طاح في جلاله طاح في خونا فهمتي سموم سموم هذا سموم طاح في انسان سموم فهمتي ما وباينه فيه مسموم كرابو المهم هادشي ايلوجيك صراحة في الراب هادشي ايلوجيك تسمع بنت بحال هكا ولكن هو اللي قلب عليها فهمتي حيت نورمالمون تي كديرو مع شي واحد اللي 10 فهمتي 10 وين فهمتي ديك النهار بحال دابا انا تكلاشيت معاك عندي الحق فهمتي هو اللي داك يتبدو فهمتي كلشي ما عقلش عليك ولكن واحد ما كتعرفوش عمرك تلاقيتي معاه فهمتي فهمتي مثال مثال حيت كاين شي لعبات مقبولين بحال فهمتك بحال البيك مني جبد الدروس مرتو فهمتي لا ان البيك جبد الدروس مرتو ما المهم هذيك لعيبه كبيره ولكن مقبوله فهمتي راه بيناتهم فيكو طايفو سجل عندي ثيني معايا انت مرايقي فهمتي الدروس جاوبو مكسر فهمتي جاوبو بشي قال لي شدوك البوليس مع قاصره في اكادير فهمتي قال لي لعيبه كيعرفها هو وياه كيفاش يمشي متنبي ما تقلش عليه علاش ما قلتش عليه حيت ما تقلش عليه طبيعه فرضت عليك هاد اللعيبه هاد ما تحدثش طبيعه فهمتي جابوا واحد لعيبه كبر منك يعرفوا غير هو ويا سير فهمتي يقدر يخرج عليك فهمتي مرات كتعرفك فهمتي سير شدوك مع دري قفا واخا واش ما عرفناش واش بصح ولا لا ما عرفت ولكن مقبوله حيت بيناتكم شي حاجه ما تخونا باش يبدا يجبد لهاد فهمتي جبد لي شي لعيبات حتى الدريبه كتعرفوه الدريبه صغيره صافي لا جبتي صغار علاش ما هذا الاخر كبير زعما الاخر سارف بينا وي اللي منهم قد قد الاخر سارف صاحبي حتى الدريبه باقي مسكين يلاه المراهقه فهمتي خونا جبد لي شي لعيبات فهمتي كيبان لك باللي فهمتي مع من انت انا باينه مع فيغو باينه مع فيغو باينه لا ما كنحملش هاد الدري هذا ما كنحملوش اش غندير حيت خصني نخدم لا ما عنديش معاه واخا ديسك راب مزيان ولكن ما عنديش معاه
عجبني الحال في اللعيبه ديالي اللي رد عليه فهمتي عجبني الحال. هو باين غير رد عليه راه هو هادشي اللي كيتسنى راه باين ككاركتير ما عنديش معاه انايا فهمتي اسمع ما عنديش معاه ولكن فهمتي كبعض المرات فهمتي كنقول لك كيجيب نوطات من ناضي كيضحك ماشي كيضحك سي لا كيضحك تقول له حرام منين جاب كيضحك المهم المهم اش نقول لك خرج الاخر وقال في تويتر قال لهم كنتسنى مع حسن المهم حيت هو دابا دابا الراب كاين ولكن هادشي نورمال داك داكشي الزواني في الديسك كتقدر تجمعو في دقائق فهمتي دقائق الديسك كله ماشي واعر ولكن فيه شي نواطات الوسط واعري اما الديسك كله ماشي واعر هو طولوا بدون فائده بقى شي لعيبات قالوا ما بقى كي بقى كيتعاودوا صافي ولكن زعما عادي انا فيكو يبان لي بلي راه ديسك ماشي واعر فهمتي بالنسبه لي هو يقدر يبان لي ديسك ماشي واعر المهم المهم هو كلاش احسن من ديال فيكو ربينا صراحه تقال كلاش احسن من ديال فيكو فيكو اصلا ما كانش بزاف اللعيبه ناضيه ما كانش شي حاجه اللي فهمتي ما كانش شي حاجه اللي غتسمع كيعرفوش اصلا شي حاجه قال فيكو ما كيعرفوش لا قال لعيبه ناضيه فكرنا كان شي حاجه ما ماشي بزاف كان دولي الحوايج ولا على كيفاش كيفكر في الراب فهمتي دوف مواضيع ولكن شوف حاجه داك هو داك هو بوز ما كنت انت الاثنين ما كتعرفوش اصاحبي اش تقول عليه هذا خصك نورمالمون فهمتي من داكشي اللي يشوف التجارب ديالو مع روب اخرين مع الديب مع المورفين مع تخرب اخرك تخرب اخرك داكشي جدو لي بلان جدو لي لعيبات شنو ما بلانات اصاحبي المهم يبقى يقول لي انت مريق ديال روب ماشي مريقتي على رابر ماشي ديكتي اش تقول لي هذاك الفاندينيزي راه خصي فان كاري ما ولكن اش تقول لي حيت اللعيبه تقدر ترى لاي واحد فهمتي هي المشكل هو كيفاش كتب موم فهمتي درت بزاف الاخطاء هي شي وكره اول حاجه ما كتبتش بديك الطريقه مومبر لا ماشي بقيتش موم خليني ديك الخطا كيوقع لا 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 ما كيوقعش صاحبي كتضحك على باك ديال الامزادي ما خصكش دير ديك الغلط لا ما خصكش دير ديك الغلط مومبر تكتبها بحال هكاك راه ما كايناش هذا مومبر السوداء لا انت كتضحك على الدريب الباك ما يمكنش دير ديك الغلط نتي ميم كتدوي مع لي زيبي نتي باش غدوي مع اش غدير في نيري لا لي زيبي راه كناضي يا لا المهم المهم ولكن كطر ديك اللعيبه كطر صراحه كطر هو بقى كيجبد كيجبد المهم هو بحال كلاشي غير الهيت فهمتي هو راه في ديسك بزاف لي بارول في الديسك بقى كلاشي كيفاش بان كيجي كيتمرق الكازا كيفاش كيولي باغي يبان مع رواب اخرين فهمتي كينتقد داك الهيت ديال رواب حيت هو باين فين فهمتي انسان ساد على راسو فهمتي كيبغي يدير موسيقى في الدار كيبغي يدير داكشي ديالو في الدار المهم داكشي لوكال يعني ما كيحملش داك البلان بان كيمشي كيتجمع واصلا هادشي كيف ما قلت لك هادشي بدا من ديك الطريحه ديال ديزر هي اللي بدا في هادشي حيت باين تما حقد على بنادم ممكن كلشي ممكن متعرفش هنا في المغرب عندنا فهمتي روبا كتكلاشو على شي اسباب فهمتي كيف عارفينها هما ديك الساعه خونا مكانش فيكو مكانش خصو يجاوب في هاد اللعيبات ما خونا على سبب فهمتي خونا باغي انا كنشوف غيبيين باغي ما كنشوف البلان انا شوف انا انا كي استفدت ايه بينا انا كي استفدت ايه دابا كاين لاموغ ديال الراب ولكن انت ضامن راسك مثلا فهمتي غادي عمرك تكون ضامن من الراب ماشي بحال هكا ولكن لا بحالك لا راب كيف بعض المرات كتكون عارف شي واحد غتشدو غتفرسخ لا ما اون فوا تامن بلي شي واحد حسن منك ما خصكش تبقى تراب لا ماشي حسن منك كتشوف انه مثلا قادر مثلا يجبد عليك بلانات اللي غادي يقولوا مثلا ولا غادي يجبد لك شي حاجه اللي فهمتي عندهم منين فيزيك واخا هكاك ما خصكش تتفادى البيف ولكن مع شي واحد اللي فهمتي مع رابر شنو نقول لك انت ماشي راب فهمتي ماشي في امينيم في 8 مايل ديك الفاينل امينيم كيراب كيكتب بيفا مع الدريات 8 مايل في الفيلم ماشي امينيم اللي عرف فهمتي امينيم هو اللي مثل امينيم مارشال ماذرز في الاخر ملي صافي جاب فهمتي في ديك الفاينل باتل كلاش راسو مخلل فهمتي الاخر الاخر فاشي هي اللعيبه ديال عندك فين تويزيني انا انفيزي راس ولكن ماكش دير هاد اللعيبات ماكش دير تثق في افلام حتى واخا انت دير غنعاود نقولها لك نكون كاميكاز غنعاود نقول لا غنعاود نجبدهم لك واخا تجبدهم على راسك ماشي غتوحلنا انا هذيك اللعيبه طرات غير حيت في ايت مال وانا تفكرت بهذا البلان وصح لا تخونا ما كتعرف فهمتي ماكش محدود باش كلاشي محدود ماكش عارف عليه والو بوز فهمتي لا ما عندكش كلاش اسمع ماكش عارف حتى شي واحد لا 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 دخل جوي لكن كاين طلع مي طلع مثلا
المهم هو اصلا ما كانش خصو يتكلاش فيكو ما كانش خصو يتكلاش. انا مع الفكره اللي كتقول انت واللي اصلا كاينه ديال انه انت خصك تكلاش على شي حاجه فهمتي. الا كان يكون كلاش بحال هكا فهمتي ديسك مع ديسك ونقدر نكون مثلا من النوع مثلا اللي كما قلنا ديك النهار غتجيب الوقت في نوطه غنلوحها سالينا وغادي نكتب عليه مثلا شي 5 دقائق ولا ما غنجاوب ما غنجاوبكش حتى تجي شي مره اخرى نكتب اكسيون شي ستار صافي وديس صافي بقى ترد هكا تنفكر هادشي اللي كيدير دريك فهمتي كيبقى يلوح لك شي فهمتي هو سنيك ديسر فهمتي معروف سنيك ديسر كيمردك بهادشي فهمتي كاين هو تسطع بهادشي تسطع كيدير عليه فيديوهات مش قادر تجبدناه خونا فهمتي راه ما كيجبدوش ما كيجبد لا سميتو ولا والو كاين واحد شي جوج جمل فهمتي كيضحكوا كلشي عارفهم عليه فهمتي صافي فهمتي كيدير الجيزي كيدير كلشي قليل فين يطيح معاك يخرج لك ديت كلشي لعيب كيبقى سنيك ديت سنيك ديت ما كتعرف عليه ولا ماشي عليه هذاك بان كيتروى يهودي هو يهودي بومي يهودي تخيل راه يهودي واش شنو شي بومة يهودية اش بغيت خصك هكا صاحبي ماما دوز دوزكم والله قول ديالو بومة عرفت صافي هو يهودي صافي ما تقول شي حاجة ما قلتي والو ما قلت والو قلت لي وقفت درت شي كليك حبست شي حاجة لا سمعت بومة حبست العالم خليت شنو هو خويا مرضت المهم المهم بوز المهم عندنا ما نقولوا عليه كنت ناضي فيكو غايجاوب لا فيكو ما غايجاوبش فيكو لا جاوب راه حمار لا راه غايجاوب بين غايجاوب هو راه في ديسك الاول قال لي ما نبقاش نلعب معاك التينيس قال لي في ديسك الاول الاخر قال لي شي حاجه حجره سيزي في اي حاجه المهم المهم شنو مازال غير هذوك فيكو فيكو خصو يتكونسونطر على كارير يشوف شنو غي اش باغي يدير دابا حيت فهمت الوقت كيدوز ادغال لا الوقت كيدوز هو واحد الفيديو كليب اخويا كيصحاب لي كيصحاب لي غيبقى ديما اجور ديما بان كيتسنى فينا لا راه عندك 3 شهور 4 شهور ما بقاش نعرفك انا ما عرفتش صراحه اللعيبه واش نتفق معاك في لا 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 اللعيبه كاينه خصك تبقى ديما اجور دابا مثلا كل ما خديتي ضيعت الوقت كل ما كتضعف كل ما قانون هذا ما كاينش الا كنتي يلاه بادي كل ما ضيعتي الوقت كل ما كتضعف ماشي حتى يلاه بادي بعد ما راه كان ما عرفت شي حاجه في الراب كيتعطل غير شويه عام عامين صافي ماشي مغربي المغرب اصلا ما كاينش الراب كندوي بينك دوله برا فحيت شي كنشوف في المغرب هذا ممكن يقدر مثلا يتعطلوا كيجي مثلا واه فرحان واه رجع اخيرا رجع ايه كنت يسمع ما عرفتش ما شكون مي مثلا مهدي كون بقى كون يبدا فرعون عنده موسى كمل بشيريسم كان يطلونصا كان يولي هو الرائد ديال دابا الله يتقتل لا لا ماشي في ذاك الموضوع موثقه يكون بقى غادي موثقه ريغولييرمو فاطميزو مثلا فاطميزو زعما شنو بان زعما كيتسناه بجوج كون مثلا كمل كان غادي يدير شي حاجه ما عنده ما يكمل ما عنده وكون وبعد ما كيتسناه حتى هو ملي كيطلع شي حاجه فهمتي باقي عنده لي فان ديالو فهمتي كيتسناو ولكن صافي كتسمع عليه بق تحيد صافي فهمتي هو مغني ديال الظرفيه صافي المهم المهم ملي كيمزكني اي نوي شنو غير هادشي في الراب المغربي اشنو كاين مازال بليت ليك كاين ماد الحباونس ما سمعت نص ديالو ما ديتك ما والو ما عجبكش ما عجبنيش انا عجبني الفيديو ماشي عجبني زعما كتمشيو كاين بالي مخدوم بداو كيطلعوا داكشي حاجه ديما تنقول بعد ما كيطلع نيفو في كليب بعد ما الصراحه خصو بعدا كليبات خصهم يبقاو فهمتي شي حاجه قليله خصو يولي لهذا فهمتي كليبات ديال خصهم يكونوا محسوبين فهمتي ماشي انت ماشي موفي ميكر ويكون داكشي واعر فهمتي يكون داكشي ناضي وفي نفس الوقت يكون داكشي قليل وليتي انا ما يكونش لا ما كنحملش روابليك كثر فيديو كليبات ما عنديش مع روابليك فهمتي كاين الروابا دابا تدخل تلقى عندهم اربعه لي البوم فهمتي 100 ديسك طلع عندهم شي 10 كليبات صافي كل البوم فيه جوج كليبات سال الفيل الفاون الفاون ما كاينش كليبات كاع قليل صافي رؤوس اصابع نيك في براس نيك فور على البوم الاخر 30 ديسك دار فيه كليب واحد ديب 30 ديسك ديب 30 ديسك دار فيه كليب واحد 30 ديسك كليب واحد صافي ان شاء الله هو دار فيلم وكان كليب ديسك واحد الفا اول ما كليب حتى حاجه في الميكس تيب البوم كليب في ديسك واحد لا ماشي مش بقاش ملي يكون عندك شي حاجه خصك تبينها بينا صافي ماشي دير كليب لاي حاجه انا كنفضل مثلا فهمتي الا سويتي على رايي انا نفضل ندير مثلا شي كليب تكون فيه شي فكره ناضيه ماشي شي مثلا حنا هاد اللعبه ما كاينش في المغرب كاع كاين تعمرت واحد الدار كتعرف واحد الدار كيف زعما شي حاجه تيماتيك دار فيلم
كاين عيم عيم شكون مسلم مسلم كيدير الله يهديك كاين عيم ديال الحار ديك الرساله اللي عقلتي عليها فيلم لا شنو شي واحد هذه رساله ديت كي مسلم قديت قديمه صافي ديال الرساله وكنا مكليب عمرو طالع ليها ها كليب عمروش زعما انا المهم هذا هو اللي طاح لي في بالي دابا عيم عنده كليب ويلو لا لا ما عندوش كليب عنده في عنده كليب الله يهديك عنده كليب فيه 8 دقائق اصاحبي ياك اه انا عقل هذيك البارتي في الاخر فيه كاتريس مصور راسو بسميتو المهم واحد خونا كاتريس قلت هذاك كاتريس هذاك حرقوا البرازيل هذيك الاخر ديال الكليب ديت كيدوى على الحريق في الاخر خونا خوتنا حرقوا البرازيل يا فراتيلو اش من فراتيلو صاحبي فرطيلو فيه شي لعيبه فهمتي ديك خونا تيكون زعما غادي في هكا باش المهم كاين واحد الشويه فهمتي لو كاين عيم تيماتيك خونا واقيلا بحال هكا رجع كيجي من المدينه واقيلا كيرجع البلاد ولا الدوار ديالو فهمتي باغي دانسر باغي دانسر في شي حاجه بحال هكا المهم اللعبه قليله بزاف بزاف قليله قليله بزاف كما قلتي فهمتي ديك الا كان بعد ما غادي غير يبدا يعاود في الكليبات ما كاينلاش ما كنت غادي تجيب مثلا مهم غادي تحط معاك 20 كيلو تحطوا له الدربكم وتبقى غادي فهمتي كتمشى لعيبك ديرها مره جوج كم صافي ما تبقاش تفورسها تكون شي حاجه شويه يونيك لا وتصار حتى الكليبات ماشي حاجه ما بقاوش حاجه مهمه في الموسيقى فهمتي واش حاجه مهمه في الموسيقى حيت سبوتيفاي حيت ما بقاش التلفزه ما كدوش كليبات ما عندناش ام تي في صافي حيت يوتيوب ما فيهاش فلوس بزاف ياك ما فيهاش فلوس وما فيهاش الاشعاع فهمتي ما دير ديسك كتلوح في يوتيوب غيشوفوا الفان بيز اللي اصلا غيسمعوا الديسك فهمتي ماشي بحال درتي في التلفازه غيسمعوا من هبه ودب يقلب عليك فهمتي المهم قدات شي حاجه دايره اللي ما قدش عطات شي ساعه خلاصه القول المغرب هادشي اللي كاين فيه هادشي كاين في المغرب صافي المهم فيكو ما بلا ما تجاوب ما بينكم بين الدري والو خليه يمشي يقلب على راسو في شي لعيب اخر كلاشي خشك ولا كلاشي خوك ولا شي حاجه شي كاين في المغرب وكان برا المغرب محرك الوقت السياس البوم ناضيب معلم اني انا ما كنتش فان ديالو دابا وليت فان ديالو ما عمري عطيت راسي الفرصه نسمعوه سمع الاسياس راه كاين بزاف صراحه راه كاين بزاف ديال الروب فرنسا راه مشكله انا كتكون انا الاسياس ما كنتش فان من اول فري ستايل ديالو في السود واحد الفري ستايل غريب تشوفه تضحك تضحك عجبني لا ما عجبكش كيبان لك غريبين فهمتي شو الفلوس دارت فيهم فهمتي بان فقير كي فري ستايل غريب من تما فهمتي خونا كيبان لك عنده واحد لاتيتيود فهمتي كيبان لك الانسان مختلف رابر مختلف صافي وبان مع لاك خيم لعيبات صافي من الميكستيب الاولى وانا كنسمع ليه حيت هو رابر جديد ماشي شي حاجه قديم وصافي وخونا ايفوليو ديال بصح صراحه بدا التطور هذا الالبوم احسن من داكشي اللي احسن من اي حاجه قبلها احسن من جوليوس الاول جوليوس الاول كلاسيك فهمتي كلاسيك داكشي كلشي كيتسنى الثاني ريكومندد جوليوس الاول كلاسيك ولكن هذا باش نسمعوا سمعوا ولكن خاصك تقرا الليريكس ما موسيقيين ما تستهدوار ماشي بحال هذا وهادشي اللي بدا مروبروشا على جوليوس الاول جوليوس الاول ما كاينش هيتس كاع ما كاينش موسيقى غتعجبك كتبها فهمتي كاين غير الهضره على المافيا وصافي البوم ديال الهضره على المافيا ديال الحياه المافيوزي لكن الالبوم هذا الالبوم كيدو على على المافيا المافيوزي هو لا شو ماشي مافيوزي هو هذا الالبوم كيتجسد كاركتر ديال واحد المافيوزي عايش الدور مسكين ماشي عايش الدور كيعاود داكشي اللي كيشوف ولكن كيعاودو فهمتي على طريق شو هو خاصك تسمع الاول خاصك تسمع الجوليس الاول حاشي راه قصه غاد ماشي نتفرج في اوتو ماشي نتفرج في افنجرز ونجي نعود القصه ديالهم من المنظور ديال ناضيه ممكن افنجرز ماشي بصح ما فيه بصح مش عارف ماشي بصح افنجرز ماشي بصح المهم على الاخر انت ما كتعرفهمش هو كيعرف ما فيه ولد مارسي رد البال تقول لها باش يدري صغيرات افنجرز لا دري صغيره ويلي هو يقول لك شنو كاين دري صغير ليه مشينا نرجع دوز انا يوريك شنو هو الافنجرز لا هو كي كيجسد كاركتير ديال دابا واش كنسمعوا كون نهار ديال انسان انا شي خمسه ديال كان هنا دخلت دابا دابا البارح الجمعه المهم تقريبا من الجمعه وانا كنسمع دابا وتوت ليك راني قلت لك ما كنتش عارف لا كنت كنسبه ما كيضوا معايا وانا ما فاهم والو انا ما كنتش فاهم حتى حاجه وجيت سولتك قلت لي ما عرفتش
ويقدر يكون هو داير الدرب العالي ما تعرفاش كاين شنو غيستافد من غير هو من غير ماركوتي البوز المهم هو واخا هكاك ماشي شي رابر مارسي نوار كان مليو حلو كليب اه مارسي نوار لو نوار مارسي نوار دار لي فيلم 8 دقائق وغالبا هذا هو احسن ديسك في الالبوم مارسي نوار اه عندي ديسك اخرين عاجبيني مو بالنسبه لي انا باقي مارسي نوار احسن ديسك في الالبوم بعدا حيدنا ديك حيد جبرالطار و لا باتو لو كو دافونس صافي 3 ديك 3 19 ناقص 3 16 اه 16 ديسك ناضي هادي الديسك الخايبين هنا قلال بزاف قلال اه لعبك بموجود نقول قلال ما يمكنش عندك كنقول لك عندي جوج انا غيزون وكوريدا لا ما عليش خايبين كوريدا اه لا صاحبي لا تسير صاحبي سير هذا الانثر ديال قال لي لا ما ضاع ديت ما قلتش كي ما عجبنيش انا صبر هذا ماشي ما عجبني كلشي انا الصراحه كل شوف غنقول لك حاجه كلهم تجي انا متناسقين كلهم في نفس النيفو لا 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 اصبر اصبر لا داكشي اللي انا بان لي فهمتي كلهم في نفس النيفو فهمتي ديت ناضيين كاين شي وحدين فهمتي واعرين واعرين لا هادو ماشي خايبين غير هو انا اللي ما عجبونيش ماشي خايبين راه تسمعهم واحد اخر يجيو عاديين واعرين ما كاينش اللي زعما نقول نقز ولا لا كنسمع كلشي كنسمع كلشي وعاجبني الحال وكي كيوصل شي ديالك تنفرح بعدا ما عجبكش هذا لا باش عليهم طايفو صافي كوي هذا ما عجبنيش اصاحبي ما عجبنيش الفيشرينغ مع فريس كورليون ياك لا البارتي ديالي هو تمتم فيها تمتم واحد تمتيمة هرثات ديسك لا جريتي معاه قبل البارتيات اختارك ديسك كامل هو راه شي 20 ثانية ديال التفتيفة فهمتي ما مهم ولكن فريس كورليون رابور وتقحبها فهمتي تفرقع بحال ديما شحال معاه بشحال تقريبا كبير ما 25 24 ما تيبان لي بحال عنده قل هو لا ما تعرف لا ما عرفتش ما نكذبش المهم الالبوم كيف ما قلت لك هو الالبوم تيماتي صافي حبس دابا كنا غادي تخيب بغيتي تعلقوا اصاحبي تسير صاحبي راه واعر تردن اكون بان تقريبا من احسن ديسكات صراحه كنت نقول لك هو الاول كان مارسي نوار هو الاول وكان الانثر انا راه او ماذا فاك 92 في الجديده هو اسكت كيف تعيش هذا المعلم دابا شحال 28 29 28 شرف اصاحبي يلا بيرسا يعني باقي امل ايوس لا ما انا ناضي انا واجد كنتسنى خونا شنو خونا نقولو سميتو او شنو كنتسنى خونا علاش كتسنى يورينا يوريني كيفاش ترابطي يوريك يوريني كيفاش كيبوزي اصاحبي كل عرفش صاحبي حيت ما عمرك قلبتي عمرك ما عطيتي راسك لذاك الشيء عمرك حاولتي راه ماشي حاجه سهله صاحبي ما سهلش الراب اه ما سهلش الراب ماشي صعيبه نقول ماشي صعيبه مع الوقت في الاول صعيبه ما عرفتش دابا غيضربونا كوبي راي تاعشير تضربونا جب سيزو البارتي هو عارف بزاف بري هوك انا عزبني شنو مافيا احسن ديسك مافيا ناض الرفرا مهم تدا ناض شنو هو انكو كيف عجبوني انا مارسي نوار اخذوا الالبوم بعدا اها او ديك ساعة دوي ديك ساعة من بعد دوي عجبني مارسي نوار عجبني غرون بان شنو خاصني نزعم بعد ما تسمع على هادشي زون دونجي بارانو واعرين هادو اوغو اوغو فينا اوغو مورا زون دونجي اوغو مافيا اثوث واعر ومودا كيمبو قاعدة شوية تا لا ما عجبنيش
لا ما ماش بيزك ليليكترو ما كيعجبنيش لا صبر 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 معجول لحيد لا ما عجبنيش معجول لون واه واقيلا مو مادو هادو هما اللي لا لا البوم عامر ولكن راه عامر ونص عاوتاني فهمني راه عامر ونص اوكي هو مريح ما كيدير والو هاكي قاد الالبوم حيت فهمتي البوم تيماتيك ماشي البوم عام لا لا موسيقيين لا لا كتابيه لا خدمه نقيه خدمه نقيه ما كاينش ما تي مارس المهم كيما قلتي متناقص خير لا لا تقريبا نخدموا مع كل كيميستري كله نادي ليش النار؟ صراحة باقي هرباني دينا صراحة. خير تطمين. عيال تطمين ترطى. ليش؟ كيف ما قلت لك كين كين كيل كونتون كين كيل خشيلاف. ما كاش مثلاً كتلقى صعب شوف الطوموبيل كين كين بس كتناث كين بس كتفع كين بس كتثو كين بس كتريني. فهمتي كين عامر موسيقى عامرة. راه عمون ذي الكسب ماشي عمون ذي التسجيل في الثودو راه عمون ثو كيكسب عمون ثو كيمحي وكيعاود يكسب وراه 16 ديسك يلاه كاين جوج ديال لي فيتشيرينغ انا راه كنسحب ليها يكون عامر فيتشيرينغ معايا حتى شي واحد جوج الناس سالينا فريز هو منين؟ باري اه فريز مخلط باري سينيغال ميريكان فهمتي كيف ما قالك واحد خونا قالك هجين هايبريد اه فيه كلشي كبر في أمريكا كبر في السنغال كبر في باري السعداوي دابا المهم دوي على دوي على داكشي اللي كتبغي تقول انا كنت باغي ندوي على كيفاش انا الالبوم فهمتي تيماتيك كيفاش تيماتيك اسكوت اصاحبي يوم القوة للواسعة وائل المحوية مالك اصاحبي بعد ما بداو يتسطاز شكون هذا؟ هذا في تويتر اه وراه عاد تمشي غوز حاقد بعدا حاقد مفهم تبس لي هادشي مفهم فاش مش بس لي هادشي الا سيرتي مع الالبوم تلقى الموسيقى ديالو الموسيقى عندها بحال قلت شي اوريجين وحده كامله موسيقى ديال بحال الميديتيراني موسيقى ديال مارسي ديال الطاليان كيفاش كي لا فلوت كيفاش كاين واحد لي زانسترومون عنده هو تلقاهم كيتعاودو فشي سبعة ديسك شمني ديسك في الالبوم فهمتي كاملين كيوحيو بديك بحال هاد السامبل هادا اللي جاتها هو لاصق هذا اورو كاملين كيوحيو ب 600 ديسك لا انا من البداية كنعرف شطار بالصوت من البداية كنعرف شطار انا كاملين كيوحيو بديك لافيلياسيون ديال المافيا بحال هاد الديسكات هادا هادشي راه مخدوم فهمتي مخدوم ديال بصح هذا هو تيف موسيقى شي مثل في الكتابة تقدرش تقدر انت ديرها في موسيقى باش تجيب بيت ميكر يبقاو يخدموا لك واحد الموسيقى متناسقه في كاع الالبوم حاجه صعيبه هاد اللعيبه قلتي على لانكو وقلتي على على الفا 1 الفا 1 دار جابون ما ماش كيفاش ما بانش لك ما لا ما باش فرنسا كامله باش تعرف الواحد اللي كنشوف داكشي انت واقيلا ماشي كتش والله كثر ديما لا ما كنسمعش لا بين البومات ديال الجابون من الكوفر ديال خونا داك بحال ديال الساموراي الديسك الاول ميتسوبيشي كيبقى يشبد الجابون بزاف كيبقى يشبد لي زانثرو ديال الجابون باينه لي زانثرو هي اللي مريتش دابا لا كاينه موسيقى جابوني بزاف غنبقى نجيب داك اللعيبات بعد ما راح حتى اللعيبات فرنسا بعدا مكلخين في الراب فرنسا ما كيفهموش الراب مره كيشكر فيهم لا لا لي ميديا ما كيفهموش الراب مكلخين في الراب ما كيجروش مع بحال نيك فوك على داك الدوبل البوم اللي هو كلاسي داك الدوبل البوم كله كي كلاسي جيم كيزما شي واحد ما دوى على هاد اللعيبه شي واحد ما قال باللي راه نيك فوك كلاسي جيزما شي واحد ما جرى معاه ويا راه باينه وخرجوا في نهار البوم هو سنيك ديس ما جبد لا سميه لا والو وكان راه باينه وخرج البوم نهار البوم ديال جيزما خرجوا في نص النهار جيزما ولا كيف خرجوا في نص النهار علاش ما كانوا عارفين بعضياتهم ما كنطايفوش بينا كانوا عارفين بعضياتهم
son El Jefe. وبنادم اللي بغى يسمع هذا الالبوم صراحه خصو يسمع الجلوس الاول صراحه. هذا بدا عليه باش يفهم الطيم. هو راه ماشي كمالك ماشي زعما قصه هذاك مالو وكرا تيماتيك موسيقى ديال المافيا موسيقى ديال المافيا جود فادر. بعد ملي غيعكز يسمع الالبوم يسمع يسمع الاوتو سمع سمع الاوتو سمع وشوف الكليب راه الكليب واه اوتو احسن في احسن ديسك في جوليس الاول صراحه. شنو في هذا الالبوم شنو اللي عجبك؟ هذا الالبوم ديال دابا بعدا واحد المعلومه غريبه شنو اللي وحد جوليس الاول وجوليس الثاني هي مني مات ليه با مات ليه با وحسب راسه مافيوزي فهمتي ويدير البوم على ولد وهو كيبقى يجبد با بزاف ودار دار جوليس الاول كيجبد با اكثر من جوليس الثاني صافي من تما جات الفكره ديال الالبوم مني مات ليه با قال انا الوالد مافيوزي وانا ولدو فهمتي ديك القصه تركون الصحة ما واش يصيفط بها فخوات صيفط بها ممكن الديسك هربنا ما عارش نو الديسك الديسك هذا هذا اصوص روي كليب عشير كذا لا كاملين اتحاد الثلاثة مواندي مصوص وكم هو معيق هو معيق اكثر من طاو طاو حيت هو صوتو صوتو كخو صوتو قاصح صوتو غراف بزاف صراحه خونا كنت قلتي واحد اللعبه فهمتي غيولي ليجوند ديال مارسي فهمتي غيولي ليجوند في مارسي باقي لي شويه باقي لي شويه و بدا انونسر جوليس باقي لي باقي لي الكاري ديالو باقي شحال باقي ولكن باقي يضرب افات شويه الوقت شويه الالبومات خونا كري واحد لي ماس غريبه ولا انا ما كنتش نعرفو كنت كنشوفو غريب غريبه ديك غرابه ما زعمتنيش الهضره هذيك ديك لاكسون فهمتي مارثيس معيقه وقال لك بلي جوليس تشارلز غيخرج خدام في تشارلز غيكون تخيلوج مو قول لي شنو عجبك شنو الديسك عجبك اللي قلتي عجبني المهم ماخشي نوار احسن ديسك في الالبوم صراحه ديك البديل ديال مارثيس نوار خاص تكون ديك شنو كنقول لك ديك المزيكا في الاول ديك هذاك فيولون تاع 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 ما قلتش عليه دابا فهمتي في بالي ما عرفتش شنو هي كدو على هذه 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 الله هي لافلوت عاودوا عاودوا في ديسك اخرى خص تكون هي كنقول ما عرفتش كنشرحها اصلا كنسميها بعدا كاترينا يكون معروف بها فهمتي هذا النوع ديال الموسيقى لا هذا اللعب بالضبط زمارة ديال الفلوت هذه ما تقولش زمارة هذه بحال داكشي ديال الكاتش وما كيدخلش واحد الديكسيو خصكم هذه وكان صعيب بقى يعاود فن ماشي هو فوق ما مشى الميديا جبدوه يجيو يتلقى اللعيبه كنت مثل الغرابه صراحه كيبان انسان غريب فهمتي كاين مع شي رابر لا شي رابر بحال هكا كتكون معروف بحال بحال مثلا بعيد شويه وقريب في نفس الوقت نقص نقص الموت شو مثلا نقص زيد نقص زيد نقص الموت شو مثلا معروف ديك اللعبه ديال ديال تن 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 عرفتي هذيك ديال المعلقات لا معلقات عرفتي انا سري المعلقات عرفت شو عقلتي ديك بان 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 عرفتي صافي هذيك نمشي كتسمع فهمتي هذيك 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 الدخله ديالو ديال الموت ما عرفتي ما تفكرش دابا شي مثال اخر بحال هكا فهمتي بصح سير سمي لي من غير داك الشيء قلت لك ماخشي انا احسن ديسك في الالبوم غرون بان بين غرون بان مافيا 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 واعر مافيا واعر مافيا واعر اورو زون دونجي اسوس صافي عجبني الكوبلي ديال فريز كورليون صراحه كوبلي واعر دابا نقول انا في شكال كوبلي واعر نقدر نقول لك باللي في الاول ما كانش ما عرفتش كنسمي هاد اللعيبه ديما هذيك ما عرفتش كنسمي ما عرفتش نقول حنا كنسميو ما كنعرفش نعبر على الافكار ديالي فهمتي بالكلمات عادي راه من غير كتير ترابي المهم كنت بعد كنت نوعا ما شحال هادي مسد على راسي في ديك الراب اللي كنقول لك اللي كيديروا بنت زوين لا ماشي هكاك كنقول مثلا فهمتي هيفي ليريكس فهمتي
هذاك الشيء غريزيل غريزيل دابا ماشي عرفت عرفت فهمتي وداك الراب اللي كيكون ميلوديك كيبان لك مكلم ما كيعرفوش يكتبوا العيباش دابا فهمتي فهاد العوام الاخر نقدر نقول فهاد العام الاخر اللي داز هاد النظره تبدلات تحتي على ما كاينش انا ما بقاش عزيز داك الشيء الاخر لا ولكن لو يمكن ما كنتش كنسمع الراب اللي كنسمع مثلا كيكون ميلوديك والعيبات كان شي حاجه ركيكه فهمتي ما كنتش كنسمع شي حاجه كاليت فهمت بصح بصح وصراحه هاد اللعيبه باش غير ما كاينه في فرنسا فرنسا هما اللي كيديروا الراب ميلوديك وكتابه بحال السياج بحال الفال بحال نيك فو المهم خوتنا فهمت هو عارف في الميلودي وكي راه كتابه فهمتي كتابه بحال المهم بحال بزاف بوبا براسو بوبا تا هو كتفرغ صافط اونتراز كيبغي يغني ولا كيقول شي حاجه ما كتغناش هو كيغنيها ما يمكنش تغني داكشي اللي كتقول هو كيغني المهم اخونا دار برومو مقدره ديال الالبوم برومو مقدره ديال بصح هو السياج خرج المهم افلام قصيره ياك ولد الشرق خرج شي افلام قصيره واحد لاحو ما عرفتش هو البارح لاحو واحد اخر وحط كونتينرات انت على كونتينرات حط كونتينرات في باري كامله فيهم جوليوس ياك فيما كدور كيبان لك كونتينر فيه جوليوس من تبرا على كونتينرات اخونا قال لك ولكن شو منين تبرا اخونا عطاني واحد المعلومه ديال ان كونتينر مثلا ساكتي فهمتي دخل في المهم غالي فهمتي دخل في خدمتكم غالي باش تشريه هادي باش تشكري مثلا دي بي سلام دي بي سلام سولت كنت السؤال ديال او تمين جاب هو ما يدي السلام فهداك الشيء علاش هو اللي يقدر يدي باش معطل كاين سيدي ما عرفناش كي يدير صراحه وقيله كاين ما قلبش صراحه ما لا ما تما ما بقاش كيدير السيديات كاين اللي كيدير ماشي كلشي كيدير ماشي كلشي كيدير ماشي كلشي كيدير ما خصو يدير السيديات هما هما عندهم دابا على حسب فهمتي الديل الكونترا كاين اللي كيبان ليه الا ما لقاش شي كونترا ديال البوبليشن كيبان ليه غيخسر فلوس في السي دي الا ما لقاش شي لابيل ولا يخرج ليه السي دي يحطوا ليه في الفناك اذا داك الشيء الراس هو عند اصلا عنده لابيل باش يخرج السي دي كيبان ليه تضيع العلاقه المهم اللهم ممكن انا كنظن داك غيكون ندير السي دي تنقلب ونقول لكم صراحه كنا في فرنسا كنا كنا نسمو السي دي نسيو عن السي دي واقع هذا نيسيو عنده عائله في فرنسا ما عنده سيديات واحد ستوري كان لها ما عرفتش واش مصوره من دارو انا كنقول غالبا من دارو ولا شي بلاصه اخرى تروح للعيبه السيف ديال السيديات بلاكار سعداش عنده الماريكا المهم سير مدرح وكي سعداش باقي كيخرج الماس شل دار حلف والله غاشنا فرجوا ذاك النهار اصاحبي مشيت ذاك النهار شي عام دابا مشيت للفيرجن انا هذا هو اللي عقلت عليه فهمت هو صاحبي بالي وكان عنده مشيت للفيرجن ميغا ستور قلت نشوف السيديات كان ديك الساعه المهم لا ما كانش ديك الساعه كان المهم شوف السيديات وشفت السيديات ديال الراب حتى عندهم شي سيديات ما يمكنش حتى بشحال قدام عندهم بلو برينش ديال جي زي عندهم البلو برينش بثلاثه ديال جي زي عندهم بلاك البوم ديال جي زي عندهم بعدا تقريبا ديسكوغرافي كامله ديال جي زي عندهم ديسكات قدام كانوا دايرين لهم بروموسيون واش كيفاش الثمن باش خرجوا في الاول لا 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 قدام زعما كاين لا قدام لا واش ما عرفتش شي 40 درهم ما عرفتش حدير لا ماشي في فيرجن ميغا ستور فناك ما عندهم والو ساكن فناك عندهم الجديد ما تلقاش حاجه قديمه عند فناك فيرجن واقع كيديروا تمام مزيان لا راك قلت لك شي 40 درهم ما عقلتش لا من غير داك الشيء اون جينيرال كيديروا تمام مزيان لا ما عرفتش ما كان ما كنعرف لا فيرجن لا فناك التليفونات كانوا دايرينهم بان بحال الثمن ديالهم ناقص على لا مارشي ماشي لا ماشي ناقص بالعكس قريب للمارشي طالع شويه كاين قريب للمارشي هذا هو الشكل السؤال وكل مارشي راه نوار لو نوار ماشي هو مو ماشي اللي كاين باقا كاين يوسف ولكن ما باقا ما سمعتوش يوسف ما تلقاش معاه صعوبه يوسف واخا ما كتبش عليك انا ما كنتش عارفه يخرج فهمتي خرج لا 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 سينجل ولكن ما عندي لا في انستغرام لا في فيسبوك لا والو فهمتي ما عنده بعدا هو انستغرام عنده كلشي تبان لي فواحد الانترفيو بلي كيدوي على الالبوم انه خرج لو 19 مارس فهمتي حسيت باسي حمار خرج انت عزلك يوسف عزيز لي يوسف بزاف المهم يوسف واعر بزاف حتى هو من القلال اللي كيديروا موسيقى والكتابه في نفس الوقت صافي قلت ندخل نشوف اش كاين
فهمت عجبني لابون بزاف من ديسك الاول. انا اصلا السينجل اللي كان خارج السينجل واعر لا باقي انا باقي لقيت فيه سينجل واعر فهمتي طريقه كيفاش دار داك دار لي واحد الكليب فهمتي اوريجينال واحد درته وكتصورت الكليب المهم حيت الديسك كيدوي على ولده بزاف وفي الفلافيش كاين ولده داير ولده الكليب كيعاود فيه الكليبات كيعاود فيه لي البوم ديال لي فورك ديال الراب فرونسي وكيعاودو مولدو. المهم الديسك عجبني بزاف صافي بقيت مكمل بلي بلي خونا فهمتي دار واحد الحاجه واعر بزاف فهمتي البوم ما طويلش بحال ديال الثياش واش هو تقريبا تيماتيك فهمتي البوم افريقي كتبان فيه النخزه ديال افريقيا بينا ديال بصح ما باقي ما عنديش راي ناطي باقي ما خصنيش فيه لا غير يعجبك ديال بصح سمعتو مره ما كملتوش فهمتي غير يعجبك يعجبك بقى لي وقيله الربع ما شحال باقي ما لا غير يعجبك ديال بصح ركزت معاه. المهم المره الجايه نشوفو لي توا بقيت نخشيو مع شي لعيبه وندوزو ما ماشي دار مهم قول بعد ما يسمعوا صافي كي 14 الديسك 14 لحيت شي لانترو هي 13 سميتو نيبتون تيرمينوس نيبتون كتقال بالانجلي لا تاهي لا وانا كنقول كلشي ب لا كاين لا نيبتون تيرمينوس هذاك راه ولدو فلافيش هو وحده السفردي ناري شو واش مسمي راسو اغلي غاد تعرفو لا شكون هو شي امريكان يا اغلي غاد لا كنعرف اغلي فيس اغلي غاد امارو سان اند اغلي غاد دروب اوف تش من دروب حيت ما ندويش عليه وما صعب ما ندويش على اغلي غاد حتى يطلع ليا في الفيد لا موت اغلي غاد باش انت غاد الا كنتي اغلي صافي مشينا يا كتشي لك كاين صافي مكاينش حاجه السويعة صافي ها سفتنا السويعة صافي مع ناضية الله يرحم الزهرة خفف صراحة سياسيا ما كاين والو ياك ما كاينش نفخصو بنادم ما كاين ما ترى والو كنت معازلنا في الايامات لا ما ترى والو صراحة دراك يدير اضراب صافي الاضراب باقي اجور الاضراب صافي حيد تهلا الاضراب باقي المهم حيد جاتني شي فكرة نسجلو غير اللوحة ضروري حيت هذا الماتيريال في الدار واحد الانترفيو ديال الرائد رائد منين نسيت رائد على الرائد رائد المهم هو الرائد انسان فهمتي انسان كاره انسان مكلخ المهم عادي هذا الشيء كلشي عارف هو عارف عزيز علي رائد عرفتي اختنا سولت ولا شو رابور كيدير شو دا رابور لا ماشي هكاك اختنا بعدا اختنا صراحة ما شنو الموضوع اللي باغي تدوي فيه انت انا ما نعلق ونمشي حالي لا بغي ندوي على واحد الفكرة بالضبط فكرة فهمتي شو الراب مغربي كيدير اول حاجه خولت نوع البيف كيفاش على الكلاسيك شحال البيف ويقول لا قال صراحه لا حيد جور صح جور حيد واش لا حيد لا جور يضرب كوبي راش الصياد اخو ما نقول كذبش عليك جور ما عاد الصياد ربك والله لا حيد هادشي خولت اختنا قالت لي على البيف ويقول لها قال صراحه في المغربي اللي ما كانش عندك الماتيريال في الدار ما كناش تبيف اختي شو ذربان بغي يخدم فهمتي بغي يخدم كيفاش نايت لعيب هذا وعاق واحد اللعيب واش في بارك انا نجيب في بارك ساعه ما عنديش مشكل اكبر بيف في العالم هو تيك اوفر و تيك اوفر ديال جيزي وشنو هو وايتشر ديال ناس جيزي خرج سنين وما شحال ما شحال ما جيزي خرج تيك اوفر تشدت 8 شهور عاد جاوبو ناس 8 شهور لا بقاو شحال المود لا كندو على الديسك مع الديسك كلاس هما ديما كيتبيفوا الديسك اللي خرج جيزي تشيك اوفر على كله على ناض ما جاوبوا علينا تشدات 8 شهور ما تسوقش لينا كاع تا بغى يخرج الالبوم لحل الديسك هذا شو قال لها خصك ماتريال ديال جنون نزار انت قال لها ناري على السطيل عبري كولي شو على رابر كي ديال قال انا نجاوبك في 24 ساعه ما عنديش مشكل ولكن واش انت قاعد تجاوبني في اقل من 24 ساعه تحدي ناري بن كيران صافي والله الا بن كيران فهمتي كان نقول لك دابا انا فهمتي البلان اللي ثاني هو انا ديك اختنا نقدر نقولوا ما عرفتش مهيته مسيله ديال الراس تاع ديال شي تخربيق ولكن ياك شبه مسيله ما عرفتش واش ولكن ملي كتشوف ديك الطريقه باش كتجيري الانترفيو وسميتو ما راه ماشي شي علم موسيقي اللي حاجه اللي قال لك تقول لي صافي كاين الجمال وكاين الجمال ها
ها كاين الجمال تيتيزا ما كاين شي حاجه اخرى كاين الجمال كاين شي كاين واحد واحد النظره من بعيد فهمتي فلو قالت لي شكرا حيت جيتي قول لي راه غير حيت كاين انت وتقول لي اذا ما حيت انت كتفهمي في الدومين ما جريت مع الفيديو قال المهم بادره فهمتي تستحق الثناء تيشورتي ضارب تيشورت دير واحد الجروب المهم تيشورت فهمتي ضارب في الراديو ناضي فهمتي كومي لا هو عنده الفكره ولكن مسكين في الراب راه بعيد الراب شي حاجه بعيده عليه مسكين بعيد فهمتي بعيد عليه حيت هو قال لك انا ما كنسمعش موسيقى بعيد عليه لا بعيد عليه الراب ثقافه ديال الراب ماشي اللي قال لا ما ماكش نسمع الانترفيو انا سمعت وقال ما فهمتش ما كنسمعش موسيقى قال المغرب طلقت شي حاجه الياطوار هكا كتطلق صافي لا حيت الموسيقى حرام لا هو باين هو ماشي مال تسوقوا الحيوه ما عرفتش اخا ما عرفتش كفاحي ما عرفتش هذا اللي راه غير هو فهمتي بعض المرات شي بعض المرات كلخ في الراب كلخ لا مكلخ وهاد الاعوام الاخرى ماشي الاعوام ماشي عام الاخر رابور ديال البوث فهمتي كيقلب على واحد الكلاسي فهمتي ديك اللعبه ديال الكوفر فو ما كداش راه هي اللي دار بوز فلو الناس مريحين هادوي كلاسي كلشي لا راه صراحه ردوا على صراحه انترفيو عنده تمانه ديك الصراحه عيطوا ليه الراديو عنده تمانه واش عندك البوم باش تخرج جا الراديو دوا مع الدريه فهمتي راه يبقى هو اسئله بانه على صاحبي علاش كيجيو الراديو ما عندهم والو فهمتي تتكون عندك شي حاجه وجير ما عندك والو جير الراديو اصاحبي البيف شنو مسطر شنو البيف اكسرح البيف اللي صار هذاك شفت شي ممرقه شدا اف ام والله ما كيمنقو شدا اف ام ساكن فهمتي اكبر من الله تزوجوا بروابا اصاحبي ما يمكنش اصاحبي اللي كيعيطوا لي مسكين جاي كيش در مالكم اصاحبي راحت هو بالنسبه لي راه شي الراديو شي الراديو في الراديو لا اش مره اي تقول لامك في الراديو لا فكره شوف انت الفكره اللي عنده في الراديو تكون عندك شي حاجه ودوز تكون بروموشن ماشي انت ما عندك والو او عرفت كلشي جات 21 طجه دوز راه فهمني حيت دابا هما راك اخت تعرف بلي المقلوبه راه هما اللي كيستغلوا ديك الساعه باش يطلعوا انت ما تربح لا شو الرائد بين عنده كونيكسيون تما يعني بينه وبين بغى يعيط لي اجي واصبر عليه واحد الشهر يكون عندي واحد ديسك ناضي غنجي ندير ليه واخا ديسك غادي تفهم داكشي ديال الميريكان ديال شحال هادي ديسك واحد غنجي ندير ليه بروموشن انت ما عندك والو صاحبي ما دوز انت كون كنتي رابور راديو ماشي في شدا اف ام لا شنو راه دوز نقدر ندوز في تراديو الى نقدر ندوز في راديو دوزيام لا ماشي مع مومو بين ماشي مع مومو واحد اللي غدوز معاه باش مومو لا كاينين دراري بزاف با ماش اش هو سميتو مومو المهم الله يرحمه لا كاينين بزاف كيفهموا في الموسيقى اللي وحدين كيكونوا مع مومو كوهوست ونحضر معاهم اش كاين هذاك خونا ديال اش كاين لا قبل ما يكون خونا اش كاين كانوا واحدين اخرين ناضي كيفهموا شويه في الراب ماشي بحال مومو مسكين فهمتي بدر صغير اش هيك و راديو دوزام تا هو عندو في راديو دوزام غير هو ما عندوش فرونسي خصنا نقولو ليهم من دابا ما عندوش في راديو دوزام ما عندوش فرونسي حيت ليك دو تما كدو فرونسي ما عندوش فرونسي فاك الراديو فاك التلفازه فاك الجورنال فهمتي شوفها ضايحه فهمتي الصباح فهمتي مينوط بحال هكا مدرك لك وجهك طلعني دير شي اضراب على الطعام انت باش غدوز في الجورنال داكشي ما عندوش معنى الصراحه تلاش كتقول قلتي واحد النوطه مزيانه فهمتي الناس ديال قلتها هذيك النهار قلتي الناس ديال الراب ما كيتفرجوش التلفاز ما كيتفرجوش دوزام صافي لا دوز انا على كليباس ندوز على كليباس لا قلتي مثلا قلنا لا طوطو ما يدز في سميش دوز ديك الانترفيو في ديك داد مع داد شي حاجه وديع داد لا اميثو ماشي ديال الراب ما عندوش فيها ما عندوش فيها ما كاينش شي حاجه اميثو ديال الراب لا كاين بحال دابا صامد مثلا كلخ في الراب ولكن كانت عنده اميسيون باقا عنده دابا دات في طوطو ديك النهار مقبوله فهمتي صامد غيصور لك في الراب اما داد صافي باش غيدوك داد كاميرا اش غيقول لك داد ما عرف هو اش كاش دوز مع داد صاحبي هو خاوة تبكي لي تما فهمتي راه هو زير تعيط لها يقول لك لا داد حشومه داد او انت رابر صاحبي لا ما عرفتش ما عندناش وصراحه ما بقاش عندنا معنى الصراحه التلفاز ولا الراديو تكون عندنا شي اذاعه في التلفاز الراديو مهم الراديو مهم التلفاز لا التلفاز كان ديك الفكره واه ما كرهناش تكون عندنا التلفاز مثلا اذاعه في التلفاز اللي كت شبابيه فهمتي كدير فيها الراب وداك الشيء ولكن مع الوقت كتشوف بلي اصلا التلفاز هو محتقر وبعد ما بقاش كيتفرج التلفاز يعني ما بقاش لا ولكن الا كانت التلفاز شبابيه راه تخدم اصلا تولي في يوتيوب راه تخدم صحيح غتخدم دابا غتدخل اليوتيوب ديال الانترنت ديال الانترنت الراديو كما قلتي دايزه لا ضروري خصها تكون ولكن التلفازه كنظن بلي داكشي فهمتي بروجي فاشل لا باقي باقي عندك التلفازه في داركم يعني راه باقي راه ام تي في واقيلا ومابقاش كديروها يمكن لا باقي ام تي في باقي بي اي تي نتورك باقي كلشي
دابا كلشي وقيلا ما بقيتش كنتفرج التلفازه وقيلا صلت داكشي على انا ما بقيتش كنتفرج التلفازه ولكن كنت باقي خدام الفوراج ديالي ما بقيتش كنتفرج التلفازه وكنت التلفازه خدامه التلفازه باقي هي لاكسي ديال انفورماسيون بزاف الناس حنا لا ناسكم انا 50 عام 40 50 عام الفوق المهم ممكن تدخل شي حتى فهمتي كي تتكود تفرج يدوز اذاعات من واحد حتى على حسب لي زيميت واحد التلفازه باش واعره باش خصها تكون واعره خصها تكون ديفيرسيف فهمتي انا كنتفرج التلفازه كرينجي بحال دابا انا كو كان شي شو ناضي في دوزام كيبدا مره في السيمانه نبقى نستنى مره في السيمانه نتفرج فيه ما نتفرجش في التلفازه علاش كنت تفرج التلفازه بحال مباشره معكم بعد المرات كنت على التلفازه نتفرج مباشره معكم فهمتي زيد صافي شحال ما كانش شي ايميسيون كنت كنهتم بها لا نقدر نتفرج فيها شنو اللي كان كيخليك تفرج التلفازه الروسون كنت كتفرج التلفازه الروسون ايوا من بعد وكوره ملي كانت كوره صافي حتى حاجه اخرى دابا كنت كنتفرج في ايميسيون اجيال كنت نتفرج في اجيال كنتفرج في اخويا كيوقيت اللي كنديرو كيوقيت اللي كنديرو في اجيال راه ذات تساعد على التفرج كنتفرج في افلام ديال الثلاث كنتفرج في افلام ديال الحد هادو كانوا ضروريين في دوزيام افلام الثلاث والحد ضروريين الخميس مره مره لا ما عرفتش ما كنتش كنتفرج في اجيال كنتفرج في الروسون كنتفرج في الروسون دابا كاين الانترنت كتفرج الانيم كتفرج اللي بغيتي بصح مره مره كنقلبوا شي فيلم في بي سي تشور دابا كاين سميتو كره دابا كان كره راه صافي راك عارف كاين لعيبات لا ولكن شوف الا كانت التلفازه كدير دي زيميسيون مقسمين لكل واحد في المجتمع اش بقات تسنى بحال الا كانت ايميسيون ديال الراب في دوزان صعيب صعيب ايميسيون ديال الراب في دوزان لا دير ايميسيون ديال الراب في دوزان انا كيلا دارت ماشي حاجه ما صعيبه ما تخرجش تقول صعيب انا بالنسبه لي واحد الحاجه اللي ما لا انترفيو ساعه لا روب كتسالي بفري ستايل ولا بلايف راه عادي غتفرج فيها تفرج فيها علاش ما تفرجش فيها دوي على شي رابر دوي على الكارير ديالو على عنده شي بروموشن شي البوم ولا شي ديسك خارج عادي دابا نسوق واحد السؤال صعيب دير اداء في اداء في التلفازه صعيب علاش صعيب ماديا ولا ماشي حاجه اخرى ماديا ماديا ماشي قانونيا صعيب ماديا صعيب خاصك استوديو انا غير استوديو هذا راه ماديا استوديو ماتيريال لا قلت لك ماديا المشكل هو مادي قلت لك المشكل ماشي قانوني لا المشكل مادي غير فهاد الشيء صافي راه ساهل على الحساب حيت انا فيك انا شي عندنا الاستوديو الفكره اللي اكتسبت هي انه راه ساهله حيت كتشوف اذاعات فهمتي في نايتات مثلا انا ما شفتش كل مره اذاعات ما عندها معنى لا ساهله بزاف اذاعات فهمتي حتى الاستوديو ما عندهمش لا تقدر ديرو في الدار كيدير كتكتب هذه شي اذاعه ديال العشوب ولا شي تخربيقه ولا شي برودوي نهار تولي عندي الدار عندي ندير تي في نتورك اسك تنفع الساتيليت شي حاجه ديك النايت سات لا حفه انترنت لا حفه انترنت هكذا التلفازه نايت سات بارابول لا ديرها بسهوله علاش كندو انا دابا يعني علاش دابا هاد الوقت كامل ما دارت شي حاجه فهمتي مثلا شبابي كانت نسمى بواحد الوقت الرجوله كنت مزهيها ما عنديش لا ولكن الناس ما فوقينش لهاد الشيء صبر كاين ام تي في لبنان ها صبر شنو هي ام تي في ديال لبنان شنو هي ام تي في المهم هذه ام تي في بار اذاعه راه ماشي ديك ام تي في ديال كان ام تي في ميوزك شنو كاين اذاعه سميتها ام تي في لبنان باش ما عندهاش علاقه بالموسيقى لا كيدير لا هذيك قناه شبابي هذيك القناه ما بقاتش ما عرفتش باقي وديك راه اريبيا ماشي لبنان اريبيا قلت لك ملي كنت نسمع واحد الوقت كانت يلاه باديه وكانت كدير مزيكا راه كنا كان كلشي كيتمزك لها كيتفرج فيها كان كيدوزو اش كاين كيدوز احمد سلطان البيك ما كانش كيدوز ما عرفتش ممكن ديالك ماشي نقدر نقول ديك الساعه ديالك الشباب هي كان كيدوز كان واحد ديالك اللي بغيتي تحبي مني حليمه اللي عقلتي عليه قلت لك الموت شو ديك القرع عرفت كانش موثق كان بوادر على انه راه بروجي ناجح حيت كلشي كان كيتفرج لو ديك الساعه كان ناجح ما طولش ما طولش لا هما صافي هما ديك الساعه اصلا كانت واقع ديك كتبداو مع ديك الوقت وكيبداو بديك الدياس ومن بعد كيديروا شي تخربيق اخر مي صافي حلات اوفيسيالمون صافي و سميتو ما صافي انت عادي تونس تحب تتفرج فيها واي هذا ديال المغرب العربي ولكن لا تونس واقع ديك اللعبه ديالي كاين في تونس لا المقر في تونس دارت في تونس ولكن الصطاف ديالها من كاع العرب المهم المغرب العرب كاينين فيهم اللعيبه اللي كانت ناضيه وكنت كنتفرج فيها على بعد فكرتيني ديك واحد اللعيبه ديال ميدي ديك كنقدس فيها رشيد رفيق الناس شي لعيب الناس انا كنت كنتفرجها في اللعيبه ديال رشيد رفيق جاري شي حاجه جاري ياك انا خبر رشيد رفيق وما نفتو وديك ولا كلهم كانوا ناضيين صراحه ما نفتو كنت نتفرج بالرجوله ولا كان المهم كنت خلق فازو إذا كان ديت حاكم تلقى شي معاه بخير لا كنت ضحك راسي كيجي راسي ضحك تزاس هو راسي ضحك مره كان كيجيبوا ديزارتيست لعيبات جابوا مسلم
ياك اه ها جابوا مسلم جابوا هذيك الباند اللي كانت تما كانت ديك الباند ناضينه صح ياك واحد الباند تما بغيت الان كنت مزك واحد الديسك ديال ديال ياك ديال خالد اي دونت نو لو كان ممكن كاين 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 لسباس باش دير ماشي باش دير خرجك باش دير ديزيميسيون كاين لسباس خاصك تكون مبدع لا خاصك فلوس دير شي اميسيون خاصك فلوس خاصك فلوس خاصك انت دير شي حاجه عاديه وديجا كاينه بلان ما كايناش اميسيون ديال الراب ما كايناش ما كاينش اميسيون ديال الراب اه المهم فهمتي اميسيون ديال بصح عندها علاقه بكل شيء انت كتفكر في اميسيون انا كنفكر في اذاعه ما عندهاش علاقه بهادشي اللي طار اذاعه راه مجموعه ديال ليزيميسيون راه اذاعه كيشهر كل ليزيميسيون راه اذاعه فاميسيون اخبار اشهار هادشي اللي فيها المهم هو لي زيميثو هما اللي كيجربوا بنادم ار اليوم في الثلاث بالليل كاين هاد اللعيبه اليوم حتى فهمتي هادشي اللي كيجرب تقدر مثلا دابا فهمتي تكون مشى ديك الوقت ديال كنت على كل مقاطعه كنتفرج في اي حاجه نفس البلان ديال ام تي في الاذاعه مثلا فهمتي كتبدا بالصباح بالمزيكا اه كليب دابا مثلا مع 7 الصباح فهمتي 7 الصباح مزيكا بعد الناس كليبات غيضربوا من 7 حتى ل 10 اه لا ما درتش مغاربه باين ما درتش مغاربه ما كتبقى حاد المغاربه كلشي انا فاسف فكرت فكرت حاجه لوكال لا ولا لوكال خصك تجبد فيها الموسيقى خصك تجبد فيها الرواب ديال الموسيقى اه راه بلان مو ما دير مزيكا مثلا تبي لهم اللون كيتعكل من 7 مثلا من 7 مثلا حتى ل 10 فهمتي ل 10 يدير واحد ليميسيون مثلا ديال التخربيق ديال الصباح ديال اليوغا ترجع وسام انت لا كتب لي قلت له ترجع وسام انت لا كلشي لاحظ المهم مثلا من 10 حتى ديك 12 مثلا ادير ديميسيون لعيبات تخربيق بشكل 12 ديك الوقيته الاخرى فهمتي عاوتاني ولا ما عرفت المهم مو مش قديمه فهمتي موسيقى موسيقى بزاف الموسيقى ايميسيون بزاف الموسيقى ايميسيون وكان صعيب دابا انت كدوي على قناه شبابيه ماشي قناه ديال الراب ما يمكنش دير قناه ديال الراب شبابيه المهم المهم حيت ما يمكنش دير دير ديميسيون غير ديال الراب حيت ما كاينينش راه باينه ما يمكنش ما كاينش اذاعه ديال الراب واخا اذاعه ديال الراب راه كدير 100000 حاجه اخرى فهمتي عندها بزاف ديال الشو عندها بزاف ديال اللعيبات اخرين فهمتي تقدر فيلم فيلم مثلا فهمتي ديال سميتو دير اي حاجه دير دي شو علاش حاجه من غير راب فهمتي العيب اكتشاف مواهب شي لعيبات بعد ما يدوز حاجه ارتستيك بحال بي اي سي بي اي سي بي اي سي القناه المثاليه بي اي سي قناه واعر قناه دايره على على الراب ولكن ولات كدير بزاف د الحوايج بي اي سي واعر المهم بعد ما كاينش مستثمرين واقيلا لا ما كاينش ما كاينش ولا بعد واقيلا واقيلا داروا الدراسات لقاو بلي بعد تكب في الانترنت يمكن لا 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 شوف التلفزه فيها فلوس ما كاينش انترنت ما عرفت انا ما عرفتش لا خدامين 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 المهم يكون خير المهم تنديروا فلوس صافي عرفت معنا دابا شي 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 مستثمر اه اللي هو بالاسيو يفرق هذيك الجليزه صافي يفرق لي فاي اه بالاسيو اه لي فاي ماش ما عرفتش كيفاش ما عرفتيش انا تاعي من الغيب ما عرفتش تنقول مات ما عرفت غنديروا غنديروا شي ابيزود على منات سري حلقه 16 20 ساعه يكون مع خصو يكون مع الدراري فهمتي قهوه رايح قهوه ميمكنش نقدر نسجل في قهوه اها حيت القهوه دار ديناميك فهمتي يعني راه غدوب بحال هكا غتسمع ياك ديناميك دونك الدراري ديناميك نطلعوا اللعيبه الفوق شنو اللي الفوق قهوه فهمتي الفوق اه ونسدوا عنا اها ناضيه وكرا كاين خير بلاصي وجلال كافيين اه غير هو خصكم تبحثوا ما خصنيش نكون عارف اكثر منكم بقى نقول لكم داكشي انا ما حتى انا نشارك معكم الحوار انا عاود نتفرج فوالا عاود تفرج ماشي نقول لنا شي لعيبه شي فكره واضحه باينه وتقول لي انت اه يمشي طراش فهمتي ما يمكنش انا قلت لك البلان علاش هذيك الفراشه مفرخه كتحيد لي ديك الحماس ديال الفراش ما يمكنش نتفرج في ربع ساعه ونتحمس صاحبي شنو بالعكس انا معروف عليا ملي كنشد شي حاجه راه كنشدها ايام وانا كنتفرج ايام كيما قلت لك المره كيما في طرون خمس ايام سبعه ديال السيت هانتر تاهو فهمتي مع شي خمس ايام مع شحال ضربت الثمار كامل اه فايكينغ انا متفق معك انا هادشي متفق متفق معك في لاني كتحلم بداكشي كنتفق معك في لاني حيت لاني مقصر بزاف اما في لي سيري طوال نبقى نتسنى سيمانه زايد دابا راه يخرج سنو بيرثر سيري حيت كتفرج ساعه بقاش قاعد فوالا حيت ساعه اه حيت لاني مقصر بزاف ما يمكنش ربع ساعه بسيط على سنو بيرثر ما مريتيش مزيان حيت كيفهموا لي غير الناس الواعرين قلال الريتين ديالو هابط قلال الناس اللي كيفهموا لي سنو بيرثر وخا احسن شو دابا كاين في نتفليكس واعر بزاف وانا حمار مثالي بالزربه بقاش علاش حمار علاش انت فرش الزون الاولى لا صبر ما فرش حتى حاجه باقي ما تفرجش ناري علاش حنا بشحال مضيع انت البارح تنقلب باش نتفرج وجالك في بالك تفرجت واحد الحاجه اللي عمري فكرت اني نتفرج فيها شنو بوت جاك هورسمان ناري صعب تقول لي اليت ولا شي لعيب هو ما عرفت راه الوقت كنت ديما تيبان لي هذيك عاود فهمتي انسان عاود واعر في بوت جاك هورسمان انت طرا لي بحالك تالف بلي وانا نتفرج فيه البارح كنت في واحد المود انه ما بغيت حتى حاجه تخيل ما بغيت حتى حاجه لا شيء لا شيء بقيت باغي حتى حاجه
فاش اتلقيت راسي كنتفرج في هذاك تنضحك تنضحك واعر بوشا تنضحك بس تنضحك واعر صح نكملوا عم داد السنو بير سير الماتش ممكن ترى طويل هو صح شنو انا ما مكملوش بوشا كورثمان سبعة دي سيزون طويل طويل شنو لا كنفكر انا شفت حلقة رمضان 20 يوم من دابا تنفكرني لي رمضان تنتفرج انا كنت وقت التلفاز انا كنتفرج التلفاز انا كنفطر بواحد الحال مهم سكوار بواحد ليه الله يسلمك لعيبه نتفرج فيها سنو بيرس سنو بيرس نادي رمضان اللي قبل من اللي فات فرجت اوفيس رمضان اللي فات فرجت واحد الفرقه اخرى اظن خصني شي لعيبه فهمتي ندير نفطر بها فهمتي لا تفرج سنو بيرس ماشي ماشي ما ضحكش ماشي حاجه ديال الضحك واخا واحد رمضان تفرج شي تبغي تيماتيك ديال الضحك لا واحد رمضان تفرج بريكين باد ديال مشكل تخيل من سمتي الناس وانا في الظلام كنفطر حريره وكنتفرج بريكين باد تخيل كنموت بجوج حلقات ديال بريكين باد لا سنو بيرس ماشي بحال هكاك سنو بيرس واخا حتى هو دارك ولكن ماشي بديك الطريقه سنو بيرس ناضي دابا عنده شي سيري فهمتي سيجيست شي سيري ناضي كومونترز كومونترز شي سيري ما عرفتش شي حاجه بحال ذا اوفيس شي خربقه بحال هكا راه خرج بحال ذا اوفيس قلنا لك اصاحبي واحد الدري قال لي سبيس فورس طويل هو فيلم هو سبيس فورس فيلم هو سيري سيري مثلو فيك في الاوفيس داروا لي دار الاوفيس هي فيها جوج في الاوفيس ديك مايكل سكوت وديك خيتي الاخر و حتى المخرجين واعر واعر سبيس فورس واحد خونا قال لي تفرج ديك هاو اي ميت يور ماذر لا ما تفرجتش قلت تفرجتي راه ناضي كيضحك انا تفرجتي واقعا المهم ما نطولش على الدراري فهمتي ساعه ونص صافي حيد في الكفايه المهم ان شاء الله